السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. في البداية بنعزي الشيخ عبد الله رشدي الداعية الإسلامي في وفاة زوجته التي توفيت بالأمس، وتم صلاة الجنازة عليها ظهر اليوم، الحد. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بعض الكلام، هو طبعا تقدم بلاغ ضد المستشفى اللي كانت موجوده فيها، وقال ان هو كان سبب، يعني كان سبب في خطا طبي واهمال من المستشفى. وبعض الانباء طلعت ان المستشفى طالبه منه مليون جنيه بسبب ان زوجته فضلت في المستشفى حوالي 5 شهور. مليون جنيه يا جماعه، انتوا جزارين يا اخوانا. بقى التجاره، خلوا الناس تقعدوا بدل ما يبقى مهن الطب ونعالج المريض، لا احنا عايزين نقعده اطول فتره ممكنه علشان الجنيهات والسبوبات. لا حول ولا قوه الا بالله. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اليومين اللي فاتوا دول شفنا كوارث كثيره جدا جدا، يعني بعض الناس اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا فرحانين وحياتهم سعيده بيتجوزوا ومش عارف ايه، يعني شفنا في 2 اتخطبوا وقال لك هنجيب الذهب، بدل ما يجيبوا ذهب جابوا فضه والكلام ده كله، وقال لك مترضين مفيش، تاني يوم هوب الفركشه حصلت. بلوجر على السوشيال ميديا اعلنت خبر زواجها، وفجاه مره واحده جوزها تاني يوم على طول جوزها اتكل على الله. يعني فالعيون، ربنا يكفينا شر عيون الناس، اللهم امين. يعني مش شرط تشارك الناس الحاجه اللي بتحبها، ما في كتيم يا عم الحاج. في استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني الدكتوره نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب، بعد التجاوزات الفجه اللي بتحصل بشكل ممنهج وبشكل يومي من احد الثعابين، من احد الشياطين، شياطين الانس بيظهر على احد القنوات ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه، ولا في حساب ولا في اي شيء خالص. كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك وقالت: الشيطان لا يعاونه الا الشياطين. الشيطان يطل علينا يوميا، يعظ الشيطان، يعظ ويقول لك ايه، احنا الاحترام، احنا المبادئ، احنا اللي مش عارف ايه. المهم يقول لك الشيطان لا يعاونه، قالت الشيطان لا يعاونه الا الشياطين، اما الله فلا يكون إلا في عون الأتقياء، وهو حسبنا وولينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. طبعا وزير شباب والرياضة بعت لجنة للنادي الأهلي امبارح علشان يطمنوا على شركة، تفاصيل كل حاجة تخص شركة النادي الأهلي للإنشاءات الرياضية أو للمنشآت الرياضية، وعلشان يسهلوا امر الرخصه الخاصه بالشركه. وطبعا تحركات بالامس والكلام، والجمهور النادي الاهلي حرك الامور بعض الشيء، يعني وزي ما قلت لحضراتكم الامور ماشيه بشكلها الطبيعي. يعني شركه نادي الانشاءات الرياضيه والترخيص، عشان ندخل بقى على قصه ملف استاد النادي الاهلي. كلمت مع حضراتكم عامر حسين، قال لك تغريم حسام حسن 100,000 جنيه بسبب كسر، وقال لك هنشوف صيانة الشاشة. ده عايزين شاشة جديدة يا عم عامر حسين. مش بس كده عامر حسين قال لك بيراميدز عمل قصة ملهاش أي 30 لازمة. يعني حاج عامر حسين قال لك اعتراض بيراميدز على نقل مواجهة النادي الأهلي بدون لازمة، وكان لابد على بيراميدز عدم افتعال أزمة، ولو كانوا خطبونا في الكتيمي أو بعتوا لنا جواب كنا هنبعت لهم الرد. وعايز اذكر بيراميدز، يعني هو عامر حسين بقول لهم كان في مباراه ما بين بيراميدز والداخليه وتم نقلها قبل كده، الاثنين كانت طرف مباراه الداخليه وبيراميدز، وتم نقلها وبيراميدز نفسه لم يعترض على الامر. ده اكبر دليل واضح على ان نادي بيراميدز انشئ خصيصا لمكايده النادي الاهلي. شغل يابا الحاج كده بالبلدي، شغل كيد نسا الاسيوطي سابقا نايم في العشه طول
وجاي دلوقتي يرفع راسه ويتكلم قدام النادي الاهلي. طب ده بيفتح له ازمه على حد كلام رئيس لجنه المسابقات او عضو اتحاد الكره عامر حسين. طيب ده مش نوع من انواع استفزاز لجماهير النادي الاهلي لما الجمهور يحضر مثلا ويهاجموا بيراميدز ويشتموا بيراميدز ودلوقتي توقع عقوبه على النادي بيستفزوا الجمهور ليه يعني؟ يعني حصلت معاك قبل كده وحصلت مع طلائع الجيش والزمالك في الموسم ده في الشهر اللي احنا فيه ده. المباراة يوم 7 اتعدلت يوم 4 قبلها بثلاث ايام. جايين بقى تعملوا وده تعملوا واحنا ما عندناش مشكلة بس اللوائح. طب ما قلتش قبل كده في مباراتك مع الداخلية ليه وطالبت باللوائح يا سيدي؟ عامر حسين بيفضح البيراميدز ويجي واحد يقول لك لا يا عم هم بيشوفوا حقهم ومصلحتهم. مصلحة مين يا عم؟ ده كيد شغل كيد نسا. في بعض الناس اتكلموا عن صفقة خالد عبد الفتاح المنتقل من سيراميك كليوباترا إلى النادي الأهلي ويبالغوا قوي يعني. يقول لك اللاعب انتقل ب 25 مليون جنيه وكلامك لا 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 مفيش هذا الكلام يعني مفيش هذا الكلام. القصه كلها 8 9 مليون جنيه النادي الاهلي يدفعهم لسموحه وياخد اللاعب الى جانب اعاره اللاعب حسام حسن لمده 6 شهور لنادي سموحه الى جانب لسه هيتكلموا في زياد طارق ده له مبلغ لوحده فلوس لوحدها على جنب. وايضا نادي سموحه بيتكلم في كريم اندمبيس يعني ان شاء الله باذن رب العالمين برضو النادي الاهلي خلال الساعات القادمه اليومين اللي جايين هيعلن عن شركتين اخريتين او شركتين جديدتين للانضمام للنادي الاهلي كراعي للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. نادي المريخ السوداني بيصفع مرتضى منصور ونادي الزمالك صفعه قويه وبيرفض طلب مرتضى منصور وبيحرج مرتضى منصور اللي قال لو انتوا عايزين تيجوا نتحمل نفقات كل حاجه. لا نادي المريخ السوداني قال لك ان احنا كان نفسنا نروح نلعب هتخرج بره القاهره يا حبيبي. قال لك النادي المريخ السوداني اختار ملعب جوبا في جنوب السودان لخوض مبارياته الافريقيه حتى الان. ربما هل ممكن الامر يتغير بعد كده؟ نادي النصر وكريستيانو رونالدو مجرد بس اعلان على السوشيال ميديا انستجرام رفع حسابهم في 48 ساعه ل 5 مليون من 884 ألف متابع على انستجرام ل 5 مليون. مش بس كده ده مبيعات تيشيرت كريستيانو رونالدو وصلت ل 120 مليون ريال تقريبا حاجه و60 مليون دولار في اقل من 78 ساعه. التيشيرت بتاع كريستيانو رونالدو تم بيعه بالكامل نفذ الدفعه الاولى ولسه في دفعات اخرى. عمرو ورده بينتقل الى نادي ليماسول القبرصي حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة. كان في مفاوضات من نادي النصر السعودي أيضا مع لاعب نادي ريال مدريد لوكا مودريتش الكرواتي لكن رفض لوكا مودريتش وقال إن أولوياته هي التجديد لنادي ريال مدريد. بعد أنباء انتقال كريستيانو إلى نادي النصر صحيفة ديلي ميل اتكلمت وقالت إن مانشستر يونايتد بيفكر التعاقد مع فينيست أبو بكر لاعب نادي النصر السعودي. ايه هو احنا شغالين كده انت تاخد وانا اخد وانت تاخد وانا ليه يا عم الحاج يعني؟ مرتضى منصور بيقول لك من وقت انا ما جيت الى نادي الزمالك في فرق بين الزمالك اللي من ساعه مرتضى منصور ما جه بقى نادي المبادئ والاخلاق. ايوه قال كده بنقعد ضحك المبادئ والاخلاق اتك على الاخلاق دي حط عن تحتها 20 خط نادي المبادئ والايه مش عاجبك هو نادي الاخلاق زي مدرسه الاخلاق الحميده كده يعني زي مدرسه المشاغبين اسمها مدرسه ما كلها مدرسه الاخلاق بس في اخلاق ايه؟ نادي المبادئ والاخلاق مش في واحد اخلاقك في واحد ممكن اخلاقك حلو واحد يقول اخلاقك زفت اخلاقك طين اخلاق هل ما كلها اخلاق بس نوعيه نادي المبادئ والاخلاق لازم تحدد الاخلاق دي نوعها ايه؟ اخلاق حميده ولا اخلاق يا ريت يا استاذ مرتضى المره الجايه تحدد يعني نادي المبادئ والاخلاق الحميده ولا نادي المبادئ والاخلاق مش حميده بقى ما هو كلها اخلاق يا استاذ لك احنا من ساعه هو نادي المبادئ والاخلاق فعلا وبين النادي الثاني اللي ضربوا العيال النادي الثاني اللي ضربوا العيال يا اخي يا اخي هنالك بعض الاناس الذين يكذبون الكذبه ويصدقونها. فرج عامر قال لك خالد عبد الفتاح محط انظار انديه كبيره وكثيره طلباته رسميا لكن اختيارنا الاول هو انتقاله للنادي الاهلي سببين. الاول دائما النادي الاهلي بيدعمنا بلاعبين زي ما وقت ما بنحتاج ونطلب النادي الاهلي ما بيتاخرش علينا يعني
في اشد بنكون في اشد الاحتياج اليوم. رغبه اللاعب تاني حاجه، واصراره على تحقيق حلم حياته باللعب للنادي الاهلي. رساله زي ما قلت لحضراتكم، لاعيبه نادي اسوان بيوجهوا رساله الى جمهور اسوان، قال لك مستنيين جمهور اسوان كله بكره في مباراه نادي الزمالك، طبعا المباراه هتكون الساعه 3 الا ربع، شجع فريق بلدك، شجع اسوان. وتاني وتالت بسال خالد غندور ومرتضى منصور، يا اصحاب الشعبيه في مصر وفي الوطن العربي، محافظة كاملة زي محافظة أسوان وبتقول الجمهور بتاعنا، وامبارح كان مرتضى منصور يقول لك إيه، أحمد الكاس من أسوان، شيكابالا من أسوان، مش عارف مين من أسوان، كل دول من أسوان، إسماعيل يوسف من أسوان. طب واخدين جماهير من القاهرة وتودوهم أسوان؟ طب ما أنتوا بتقولوا فين جمهوركم؟ ده محافظة، محافظة ما فيش فيها جماهير تحضر لنادي الزمالك ولا إيه؟ يا أصحاب الشعبية على مستوى الوطن العربي كله يعني. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.